ما جاوبتني على سؤالي. حلوه؟ شو حلوه؟ مثل الجدبه. هلا جدبه وصارت دكتوره؟ مو جدبه من اللي بالك منه، جدبه من نوع تاني. تعرف تطفي؟ شو؟ لك جاي على بالي حبلي شي دكتوره. ها حبك برص. فوت بضبضب فوت. لك فوت. هاي هي جارتنا دكتورة؟ ايه دكتورة. هاي الكيس جاهز. شو يعني؟ خير شبك؟ آخ يا لطفي آخ، لك أنا حبيت. سبق وقلنا لك حبك برص. ومين حبيت بقى؟ الدكتورة. هلا لا تجدبها. آخ سبحان الخالق سبحان الخالق، وش صبوح مثل وش الملائكة، وجمال طبيعي أخاز. ايش ودي عايد شامبو؟ وينك؟ لم لسانك وتضبضب أحلالك. لك شو لطفي غيران مني؟ لك أبو حميد هدول جماعة درويش. ايه وأنا درويش كمان. بعدين أنا ما بدي منهم غير الدكتورة، قلتلك بحبها. لك شبك وينك؟ هلا لا تدخلنا بهيك فوتات، حرام عليك. لك واحد مثلك خرجوا يحب. اسمع لطفي، هلا انت ما بتؤمن بالحب؟ ايه انو حب هاد؟ هاد مو حب، هاد طمع وجنان. دخان 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 دخان. شو معك؟ مالك شايف؟ قديش؟ 52 بالجملة. كم كروز؟ ماني ب2000 ليرة. 1500. دخان دخان دخان. 1800 عمي. رو رو تأخرت، الله يسر لك. رو هي 2000 الجيران الساكن عندهم. ليش شو بعمل جيراني؟ غلصة. ايه معهم حق، صار لهم شهرين ما قبضوا لك ليه؟ قوم كل قوم. لك معناتها بعت الكيس. لك بعته، فتحت له باكيت او مطمن. طار عالي لما قلت له ب2000 ليرة، هلا بيكون شو عم ينطر لي خالي على راسه نتر. شفت؟ اصلا هي فكرتي. ذات انت دائما بتحب تكون افهم واحد. ولك هذا خيال. خيال يا غشيم، مشان هيك عم بحلم. بعشا؟ وهي العشا؟ عشا. ولك عم بحلم بشغلات تانية كتير. وينك؟ إذا عم تحلم بالدكتورة ما بسمح لك تجيب سيرتها بنوبة. حلوة هي، حلوة ما بسمح لك. وينك حبيبي؟ لا أنت ولا غيرك بتقدروا تمنعوني أحلم بالشي اللي بدي إياه، فهمان؟ إيه بدل ما تحلم روح شغل هالمخ وفكر لك بشي ضرب يجينا منه مبلغ محرز، مو 500 و1000. ولك فكرت، بس العملية بدها سيولة لحتى تزبط. ايه تكرم عينك، بكرة الصبح ذكرني اطبع لك شي كم مليون على الحساب. عم قلك يا بني آدم فكرنا بشي شغلة يجينا من وراها مصاري، مو ندفع عليها مصاري. ولك هاي عملية فيها مصاري كتير يا بني آدم. طب والسيولة اللي عم تحكي عنها؟ ولا يهمك بدبرها. ها وكيف بقى؟ نورنا تشوف. اخي اول شي لازمنا عبود وشريفة. معناتها الشغلة عن جد؟ وبس نفذ هاي العملية رح لحقها بوحدة تانية على السريع. شو شايفك حميان تمام؟ حتى أصل للدكتورة لازم تكون الجيبة مليانة.